حياكم الله متابعينا الكرام، واهلا وسهلا بكم بحلقه جديده من برنامجنا. يمكن احنا دائما بهذا البرنامج نطرح مواضيع قد تكون ظواهر سلبيه تخص الشارع العراقي، او تكون حالات موجوده داخل ايضا العائله العراقيه. نحاول احنا بهذا البرنامج يا اما نضع لها حلول او نجد طرق بديله حتى نعالج هذه الحاله. لكن اليوم موضوعنا يختلف، وراح يتحدث هذا الموضوع راح نتحدث به او نسولف به انا وياكم، راح يحكي عن حاله ايجابيه موجوده بكل واحد من عندنا. وهذه الحاله الله سبحانه وتعالى زرعها بينا يمكن من اول ما انخلقنا واول ما صارت البشريه. فهذه الحاله هي ما ممكن انه نقدر نقراها او نتعلمها، ولا نقدر نلقاها موجوده بكتاب حتى ندرس هذا الكتاب ونعرف شنو هذه الشغله او هذه الحاله الايجابيه. واليوم موضوعنا راح يحكي عن الانسانيه ما بين واقع وشغله حقيقيه، وما بين شعارات. اليوم الانسانيه احنا نعيشها، وقلت اني هي شيء موجود بينا من احنا اطفال. هذا الشيء احتمال ينمو ويكبر، واحتمال بنفس الجهه المعاكسه له انه هذا الشيء يندثر ويضمحل. اذا من اللي ياثر على هذا الموضوع؟ ياثر عليه هي البيئه اللي تحيط بكل شخص، يعني سواء كان عائلته او البيئه اللي يعيش بيها، سواء كانت ظروف قاسيه او بالعكس الظروف تكون تختلف. فهذه الشغله قلنا يا اما تنمو يا اما تضمحل. قلت انه اغلب خصوصا احنا في وقتنا الحالي اصبحت الانسانيه اغلب مجتمعات، اغلب المؤسسات تستخدمها كعنوان عريض، يمكن لمصالح سياسيه، يمكن لمصالح ماديه، يمكن لمصالح شخصيه. فهذه الانسانيه انا ما اقدر نهائيا انه اني ارتجل الانسانيه، او انه انا ما اقدر امثل الانسانيه على مجموعه من الناس، لان هي تعكس ما بداخل الانسان. هي يمكن تعكس روح الاخوه، يمكن تعكس التعاون، يمكن تقبل التنوع، تقبل الاخرين. الإنسانية هي معناه أنه أنا ما أفرق بين مسلم ومسيحي وطائي وصابئي وزردشي. الإنسانية هي ما تفرق ما بين الأسود والأبيض، الإنسانية ما تفرق بين غني وفقير. الإنسانية هي صفة أو هي تصرف يطلع من الإنسان يعبر ما بداخله، ويعبر على شيء أنه هو تعلمه أو تعود عليه من الصغر إلى أن وصل لهذه المرحلة. الإنسانية هي عبارة عن مبدأ فعلي لتطبيق النزاهة والعدالة. يعني إذا أنا طبقت فعلاً الإنسانية، معناها أنه أنا خرقت قانون أنه البقاء للأقوى، وأنه أنا قوي لازم أعتاش على الفقير حتى أبقى بهذه الدنيا. يعني الإنسانية إحنا نقدر نشوفها. يمكن العراق والشرق الأوسط بالآونة الأخيرة مر بأزمات هواية، فظهرت على الساحة جمعيات ومؤسسات ومنظمات العنوان العريض مالتها هي منظمات إنسانية. فهل الإنسانية هو ادعاء أم هو تطبيق فعلي؟ الإنسانية قلنا أنه أنت متى تساعد أو متى تبدر من عندك الإنسانية. وإحنا شفنا الإنسانية أكثر شيء نشوفها في حالات الأزمات، لا سامح الله، في حالة الفيضانات، الزلازل، الحروب. وشفنا إحنا هذا الشيء بالآونة الأخيرة اللي صارت، خصوصاً بفترة داعش اللي دخل على الدول العربية وتأذت كثير من البلدان. فهواية هواية شفنا حالات ما يمكن ما تنحسب بالإيد. شفنا مساعدة الطفل ومساعدة كبار العمر، وقصص يعني ما يمكن يحويها وقت البرنامج إنه نذكرها. الإنسانية بقى تتمثل أيضاً بس إنسان وإنسان، يمكن توصل حتى الرأف بالحيوان. أنت اليوم يمكن تشوف فد، عفواً أجلكم الله، كلب بالطريق أو بزونة أو أي حيوان، عصفور. يقول لك حتى بالإسلام يقول لك بأيام الصيف الحار أنت إذا تحط لك فد مكان الأكل أو مكان لشرب المي لهذا الحيوان، يمكن أنت من باب أنه دا تعطف عليه أو دا تساعده. حتى إذا شفت نبتة اليوم نبتة يابسة وأنت إجيت سقيتها بالمي، يمكن هذا رح ينحسب لك. هذا من مبدأ الإنسانية. إحنا اليوم موضوعنا أو إحنا نسلط الضوء على أنه أنت طبق الإنسانية حتى ولو على نفسك. طبقها من حيث أنه أنت تساعد المقابل دون أن تتوقع من عنده أنه يرجع لك مقابل.
سوي الشيء، لأن أنت إذا تدري إنه الله سبحانه وتعالى زرع بداخلك هذا الشيء، ما واحد إجا قال لك سوي هذا الشيء، سوي هذا الشيء من باب من دافع إنه أنت ما عندك فرق بين أي جنس أو أي كائن، سوي هذا الشيء من باب إنه أنت تريد تشيع روح الأخوة والمحبة ما بين الناس. اليوم إحنا إذا ردنا نطبق الإنسانية فنبديها من داخل بيوتنا. حثوا أولادكم، حثوا أطفالكم، حثوا أهل البيت إنه إحنا لازم نساعد المقابل، إنه إحنا لازم نقبل التنوع، إحنا لازم ما نفرق بين أي شخص. فهذا الشيء إذا ينزرع بالطفل من هو صغير راح يكبر وينمو على هذه المبادئ وعلى هذه الأساسيات. وبما إنه إحنا كنا عايشين والله خالقنا سبحانه وتعالى، فلازم إنه نحترم الشيء اللي الله سبحانه وتعالى رزقنا به. أتمنى إنه هذا الموضوع اليوم خصوصاً مع اليوم الدولي للتضامن الإنساني اللي هي تحتفل به كل دول العالم، لأن هو شيء قلنا أساسي بهذه الحياة، وأغلب قلنا المنظمات الإنسانية وحتى الدولية سواء كان صليب أحمر هلال أحمر، الشعار ومن مبادئهم الأساسية إن هم يشيعون روح التعاون والمساواة حتى بالإنقاذ، ما يفرق بين شخص وثاني، من تكون أزمات يحاول إنه يساعد كل الناس الموجودة دون تفرقة. أتمنى نلتقي بحلقة ثانية، أستودعكم الله في أمان الله.